كذا أوصى. حتى أبو حاتم الواعظ المشهور من التابعين من تلاميذ سهل بن سعد الساعدي وغيره من الصحابة، وكان فقيها وواعظا، عرف بالواعظ، لما حج سليمان بن عبد الملك وزار المدينة المنورة جلس مع حاشيته وقال: أفي أهل المدينة أحد ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له: أبو حازم. ما أبو حاتم، أنا قلت أبو حاتم، أبو حازم. فقيل له: أبو حازم. فقال: توني به. أو ما جاء في الجائين، يعني ما جاء يسلم عليه مع الناس، قال: لم يأتي. فقال: أتوني به. فذهبوا وأتوا به، فإذا به أعرج أحدب، رجل أعرج ثم هو أحدب الظهر. فزهد فيه سليمان ومن حوله، ثم خاطبه سليمان خطابا مستعلي والمترطع، يقول له: أنت الذي يقال فيك أنك أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك من الوعاظ الزاهدين، قال: وما الذي عبته في؟ قال: عبت فيك أن الناس لما قدمت أقبلوا علي للسلام والتحية وما أتيت. قال: وما بيني وبينك معرفة، لا أنت تعرفني ولا أنا أعرفك عشان أسلم عليك. قال: خصمني الشيخ. قال: صدق، الكلمة وافقت محلها في نفسي، وإذا تحدثت القلوب فإنما تصغر القلوب. ثم قال له: يا أبا حازم، عظنا وعظنا، قلنا شيء من مواعظ. قال: ما عندي ما أعظكم به. قال: إني سائلك. قال: هات. قال: لماذا نكره الموت؟ ما بالنا نكره الموت، احنا الملوك يعني نخاف من الموت ونكرهه. قال: هذا لأمر. قال: ما هو؟ قال: لأنكم زينتم دنياكم، عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تخافون النقلة من دار عمرتموها إلى دار خربتموها. الآخرة خربانة والدنيا عامرة عندكم، فتخافون الانتقال من دار عمرتموها إلى دار خربتموها. قال: أصبت. هذه كلمة يعني ما بعيدة صواب، ما بعيدة عن الصواب. ثم قال له: وكيف أعرف حالي مع الله؟ قال: عرض نفسك على كتاب الله. هذا الذي نريد أن نقوله، أن يعرض الإنسان نفسه على الكتاب وعلى السنة. قال: عرض نفسك على كتاب الله وستجد نفسك هناك. قال: في أي من كتاب الله؟ كتاب الله كبير 500 صفحة، في أي آية من كتاب الله أجدني؟ قال: أحيلك إلى قول الله في موضع واحد، في قول الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف نفسك أنت وين، أي واحد فيهم ذلك؟